أود في البداية تجديد الترحيب بمعالي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي اللي يقوم بهذه الزيارة إلى المملكة المغربية. ترحيب باسم جلالة الملك، باسم الحكومة المغربية. معالي المستشار دائما زيارته هي زيارات مهمة بالنظر إلى الدور الهام، الدور الفاعل، الدور الأساسي، وأحيانا الدور الحاسم اللي يقوم به في مختلف مراحل التطور السياسي للملف الليبي. كل زيارة لمعالي المستشار إلى المملكة المغربية تكون فرصة أولا للحوار، الاستماع إليه، ولتجديد الدعم التام للمملكة المغربية له، لمجلس النواب ولكل المؤسسات الشرعية في ليبيا. كتكون كذلك مناسبة لتأكيد المواقف الثابتة للمملكة المغربية من هذه المسألة. اليوم كاينة مرحلة مهمة في ليبيا، وبحال في المراحل السابقة دور معالي المستشار عقيلة صالح ودور البرلمان الليبي هو دور أساسي، انطلاقا من شرعيته، انطلاقا من امتداداته الترابية، انطلاقا من تمثيليته، وانطلاقا من الدور اللي كتعطيه الاتفاقات الليبية والاتفاقات أو النصوص القانونية اللي اتفق عليها الليبيين لهذا البرلمان للمضي قدما نحو تحديد معالم مرحلة انتقالية اللي غتؤدي الى انتخابات لحسم نهائي لمساله الشرعيه في ليبيا. فكانت فرصه لتجديد الثقه ودعم المغرب التام للمستشار، للبرلمان، والتاكيد على ان المغرب يرى في هذا دور اساسي. قبل ذلك كان عندي مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة المعين السيد عبد الحميد دبيبة لتأكيد كذلك نفس المواقف ونفس الدعم لهذه المرحلة المهمة. المغرب يعتبر بأن إخراج سريع للحكومة الليبية المؤقتة هو عنصر أساسي لتدبير المرحلة الانتقالية. المغرب يرى بأن إخراج هذه الحكومة في الأجال ووفق المساطر عنصر أساسي لإعطاء رؤية واضحة حول المسار السياسي اللي دخل فيه الملف الليبي. المغرب يعتبر بأن هذه العملية يجب أن تتم في ظل الوئام والانسجام بين الليبيين، وأن تكون عنصر لتوحيد المؤسسات، لتوحيد الرؤى في ليبيا، وألا تكون مرحلة لتزكية الانقسامات والتجاذبات. الأساسي هو أن تخرج إلى الحكومة إلى حيز الوجود لتتجاوب أولا وقبل كل شيء مع انتظارات الليبيين. الليبيين هم من ينتظرون الحكومة أكثر من أي دولة أخرى ومجتمع دولي. الليبيين هم محتاجون اليوم إلى حكومة مزكات من البرلمان، ممثلة لجميع الأقاليم، ممثلة لجميع التوجهات، لتدبير هذه المرحلة الانتقالية والتجاوب مع الاحتياجات اليومية للشعب الليبي والتحضير للانتخابات المزمع عقدها في 24 دجنبر من هذه السنة. المغرب بتعليمات من جلالة الملك مواقفه في الأمس كما هي اليوم، مواكبة ليبيا في كل مرحلة بما يطلبه الليبيون وبما يريده الليبيون ووفق ما يتفق عليه
الليبيون. المغرب ما أكدته لمعالي المستشار وما أكدته قبل ذلك اليوم في الاتصال الهاتفي مع السيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة المعين، إذا يعني له هدف واحد وهو مساعدة ليبيا، مساعدة الليبيين للخروج من هذه المرحلة وللحفاظ على وحدة ليبيا، على سلامتها، إبعادها عن التدخلات الخارجية واستعادة دورها الأساسي في المغرب العربي، في شمال إفريقيا وفي العالم العربي وفي إفريقيا ككل. مرة أخرى، كل مرة كنكون سعداء باستقبالكم معالي المستشار، الاستماع إلى تحليلاتكم، إلى آرائكم، وتجديد الدعم اللي كان دائما للمغرب إلى المؤسسات الشرعية في ليبيا بما في ذلك البرلمان. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.